أهلا وسهلا. مرحبا. صحة وهنا. شكرا، أنتوا جوعانين بقلون يجيبوا لكم صحون؟ لا يا مدام شكرا، ما في داعي تعذبي حالك. شكرا عذبتي حالك. لا عذاب شو؟ طمنوني في شي خبر عن هذا المحامي. مثل ما طلبت منا تحرينا عنه وفحصنا كل سجلات النقابة. ايه؟ طلع ما في محامي بهذا الاسم بابا جلال. أنتوا متأكدين؟ ايه طبعا متأكدين، حتى أني اتصلت برفقاتي المحاميين بس كمان ما بيعرفوا حدا بهذا الاسم. شو هالقصة الغريبة هاي؟ شو في جلال؟ مين بيكون هاد؟ ولا شي، لا تشغلي بالك. هو أنت يا داود؟ بابا أنا رحت لعند معارفنا كلياتن وسألت عنه، ما حدا بيعرف هالمحامي ومو سمعانين فيه، هو مو معروف. شو هاد اللي عم يصير؟ مين هذا الزلمة؟ هذا إنس ولا جن؟ اللي شو هاد اللي عم يصير يا كرم؟ والله ما بعرف يا بابا، أنا ما فهمت شي من اللي صار، بس عم يخطر ببالي كم سؤال. أحكي. رحتي على بيتك اليوم؟ لا ما رحت. ليش عم تسأل؟ دقيقة شوي مدام ريم، حضرتك طلعتي شي على السوق اليوم؟ لا ما تحركت من هون. معقول اللي عم يصير؟ شبك جلال؟ في حد عم يلعب علينا يا وردتي. استني شوي. ابني انت اليوم كنت بالمدرسة مو هيك؟ اللي ما رحت اليوم، كنت مريض وامي ما رضيت تبعتني ولعبت على الكمبيوتر. كانت حرارته مرتفعة. طلع هذا المحامي كذاب، ضحك علينا بالحكي اللي قاله. تماما يا بابا، عم يحاولوا يتزاكوا انهم بيقدروا يخوفونا. بابا جلال احكي كرم. هاد المحامي المزيف سمعته قال مدير، صار يحكي عن قصته بالتفصيل. ايه هو سائق تاكسي وكل المافيا بتحاول تقتله، وبعدين هاد السائق بيقتل المافيا كلهم. في لعبة على الكمبيوتر مثل هالقصة. عن جد عم تحكي مصطفى؟ ايه اخي، لعبة حلوة كتير، سائق التاكسي بيقتل الكل. شوفوا هالمسخرة اللي صارت، عم يضحك علينا. ايه مو مشكلة، راح نهد هالمكتب فوق راسهم كلهم. داود. ايه بابا. بدي تجمع كل رجالنا الصبح. ايه حاضر. راح ناخد معنا كل الشباب وراح نلاقي مديره المخفي لهذا المحامي الكلب. جهزوا حالكم، راح نلعب الأتاري. الأتاري. سائق التاكسي شكله لسه ما تعرف على جلال بياع الكباب. أنا ما رح أخلص منك بقى؟ رح تخلص، أكيد رح تخلص. خلينا هلأ نحكي للمرة الأخيرة، بعدين كل شي رح يكون مثل ما بدك، أنت بطريقك وأنا بطريقي. عم اسمعك. أحاديثنا الأخيرة هي ما رح تخلص ونرتاح منها؟ قلت لك هالمرة غير. قول عم اسمعك. تمام، اسمع. شو هاد ليكون راتبي؟ بالضبط مثل ما قلت، هذا راتبك ولازم تاخده. هذا طلب استقالتي يا كرم. إذا مالك مصدق هالحكي، خود وشوف.
عم تحاول تقول إنك رح تستقيل إذا ما اشتغلت معك؟ مو هيك الموضوع أبداً يا كرم. ما بيهمني خلي حدا يتعاطف معي مشان أي شيء. كرم، أنا معك موجود. هذا الطلب بتبعته بالبريد المساء، مفهوم؟ معناها بدك تستقيل يا حضرة المدير يوسف. حلو، تفكير حلو، برافو عليك. بس ليش عم تخبرني بهالشي؟ شوف يا كرم، بدي منك تكمل الموضوع اللي بلشت فيه، تمام؟ كرم، انت ما بدك تشتغل معي، ما بتوثق فيني، انا صرت برا. أصلاً الشغل هيك صعب مع رئيس ومدير مثل هاد. شو عم تستغل مشاعري؟ دموع التماسيحي ما بتمشي علي. أنا مالي عم بستغل مشاعرك يا كرم، أنت كمان بتعرف. ليك إذا كان إلي خاطر عندك بتكمل الموضوع اللي بلشت فيه، لا تتركه. هذا طلبي، عم تفهم؟ أول شي بدي أعمله خبر المدير عن قصتك يا كرم، عم تفهم؟ بيصيروا هنن يتواصلوا معك مباشرة. طبعا رح يكون في صديق تاني برتبة أقل رح يتواصل معك على طول. ومين هذا الصديق؟ بعرفه؟ ايه بتعرفه، قريب من عيلتك. قريب من عيلتي لكن. المفتش مجد. مجد، ايه هو أنسب اسم. مجد شاب ذكي، أنا بكرة رح خبره عنك، رح قله في إلنا شرطي بين رجال جلال وخليه يحكي معك، ولازم تتعاونوا مع بعض ضد جلال، عم تفهم؟ هذا اللي رح أعمله. إذا قبلت بهذا الحكي رح تلتقوا وتشتغلوا مع بعض. كل شيء عندي قلت لك اياه، وهلأ هات. بتمنى لك حياة سعيدة. يسلموا. معناتها خلونا نبلش ونشوف قديش وزنه لحضرة هالمحامي. شو عم يصير؟ خربطنا بالمكان شيء؟ بتذكر انه كان هاد مكانه؟ لا بابا، هاد المكان مو مخربطين. ها؟ لكن وينهم هدول؟ هالعديمين الشرف قدروا يهربوا بابا. شو هالزلمة هاد لك داود؟ شايف حاله كل هالقد وبعدين بيهرب ببساطة؟ في شي تاركينه ولك هون يا بابا؟ خاص بالسيد جلال. امسك. أنا بعرف إنه ما صار شيء من اللي قلت لك إياه يا سيد جلال، أنا بعرف. قصدي مشان ريم وابنك مصطفى وبنتك ملك، أصلاً ما في سبب يخلي ملك تنتقل من البيت، من بيت أبوها الحقيقي. بابا شوفي،
ما في شيء. البنت المسكينة ما بتعرف إنه حضرتك اللي قتلت أمها، مو هيك يا بياع الكباب؟ لو بتعرف إنه أنت اللي خليتها تشحل بالشوارع، أنا متأكد ما رح تطلع بوشك مرة تانية. بتحب نخبرها باللي بنعرفه يا سيد جلال بياع الكباب؟ كلاب، أنا رح موتكن يا كلاب، أنا رح أقتلكن وخلص عليكن. قول بابا شو في؟ شو كاتبين بالورقة بابا؟ عم يتباهوا بزكاهن، كل هذا حكي فاضي. بابا شو نساوي؟ أمرنا ونحن مننفذ. استنى يا داود استنى، هذا الاتصال أكيد في وراه شيء. احكي يا حقير احكي، يلا قول. أخذت الرسالة اللي بعتها المدير، مو هيك يا سيد جلال؟ إيه أخذتها، بس رح أخذ روحك كمان. قول لمديرك الذكي هاد ما رح يقدر ينفذ مني أبداً. بفكر حاله ذكي بالشي اللي عم يساويه، رح أمسكه وحاسبه على كل الشي اللي عمله فيني. والحشرة اللي عم تقول عنها مديرك يا محامي الكلب، رح أسحبها بالملقط وآخدها، وآخر شي رح يشوفه بحياته رصاصة اللي رح تطلع من مسدسي. بابا جلال هدول مو عرفانين شكلهم مع مين علقانين. رح خليهم يعرفوا. بابا هلا شوفوا مين اللي اجى لعنا برجلي. داود وقف، شو عم تعمل انت؟ بدك تتجاوزني؟ بابا انا رضيان بعقوبتك، انا رح اخنقه. بلال روق شوي، رح يجي يوم وتخلص عليه بإيدك ابني. جلال قالوا لي عم تدور علي، ما عاد رح اتخبى منك بعد اليوم، ما عاد في هرب، أنا هون. حتى لو ما حكى شي فهو بخوف له هيبته يا أخي. أنت مثل الدبان، بتروح من هنيك وبتطلع من هون. يلا أحكي أحكي اللي عندك وخلصني. نفس الحكي اللي قلت لك يا آخر مرة شفتك فيها يا سيد جلال، ممكن نكون أعداء أو أصدقاء، القرار بيرجع إلك. تمام رح قرر، بس مو إلك لهداك اللي بتقول عنه مديرك، أنا رح أقله قراري شخصيا، وما رح يعرف لحتى شوفه وتعرف عليه. قولتك أجيت بصفتي صديق أو أجيت بصفتي عدو؟ قال المدير إذا بدك نصير أصدقاء بتطلق سراح حسني الأصفر وسنان. انتبه يا حلو، قصدي انتبه تطلع عن طورك بدون الإذن الأب جلال، أو لساتك مجنون مثل ما عرفتك أول مرة. لا تخاف يا جرادة، تعرف الجرادة بطير مرة وبطير مرتين وبالتالتي. إذا أنا مسكت جرادة شي يوم بوادك إني إلا هالحكي. تعرف يا حسن أنا اشتقت لك، وخاصة لنبرة صوتك هي، صوتك بيعمل إدمان، بيحب يسمعه الواحد. كرم
كل شيء صار مثل ما طلبت يا سيد عمر. الظرف يلي أعطيته إياه أثر فيه كتير سيد سومر. جلال حس بالخوف. سيد سومر خليه يخاف، لسه رح يخاف كتير. أعذرني على فضولي، شو كان مكتوب بالظرف؟ ترك لي هالموضوع إلي. اللي عمله السيد سومر فادنا كتير، وهذا المهم بالنسبة لنا، وهذا كان الشرط الوحيد لاتفاقنا سوا. ممنوع السؤال. معك حق يا مدام، آسف. مين بتكون هي المرأة؟ هاد المحامي؟ مين بيكونوا هدول الاثنين؟ عشو عم تطلع؟ هلأ فهمت هالواطي. على الأغلب نحن لقينا الزلمة يلي رح يقدر ينهي جلال يا مدام. وينه هلأ؟ ليكو برا عم يراقبنا. أنا خليته يلحقني وجبته لهون مثل ما طلبتي مني. لكن خلينا نفوته لجوا، هذا الوقت المناسب. أمرك يا مدام. حلو 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 كتير. امشي قدامي. اهلا وسهلا. اسمع هالكلمتين اللي رح اقلك اياهم. بس ما ضل شي ينحكى، وصلت لآخر الطريق. يمكن نحن بأول ولسه، لا تكون واثق كتير. شو قصدك بهالحكي؟ طالما أنا ساكت فأنتوا رح تعيشوا يا أولادي. سمعان هالحكي ما؟ وانتي منين سمعانتي قولي؟ في كتير كلام بدنا نحكي معك. انتي مين بتكوني؟ بكون كنت كونستانتا. اسمعني منيح، انت متذكر عمر اللي بعت لك صور اخوك الصغير؟ متذكر. انا بكون اخته وبعرف قصتك كلها. مثل ما قلت لك، في كلام كتير بدنا نحكي معك ولازم تسمعه. وهلأ نزل سلاحك. يلا احكي. أنا بدي جلال يموت. المهم عندي إني أخذ بتار زوجي وأخي. وبعرف المهم عندك إنه تلاقي أخوك. خلينا نتعاون سوا.
انت شو بتعرفي عن سومر؟ اللي بعرفه انه خطفوا جلال لما كان صغير. نحنا لازم نشتغل مع بعض وناخد كل شي من بين ايديه، وبهالطريقة بتقدر انك تشوف اخوك وانا بقدر اخد بتاري. ما رح قرر هلأ. توقعت انك تلحقني لهون. بصراحة نحنا كنا مخططين لحتى تجي على هالبيت. نحن منمشي الأمور مثل ما بدنا. شو قلت؟ ولا ما بدك تحقق حلمك وتلاقي أخوك؟ شو عم تقولي؟ معقول ما بدي؟ ماشي اتفقنا، بس عرفي إنه كل شي رح يصير مثل ما بدي. وافقت. هلأ رح نخترع مدير وهمي، شخص مو موجود، ورح يكون اسمه المدير سومر. ايه خلص اتفقنا سيد سومر. في شي خطة ببالك؟ رح خبر جلال اني قدرت لاقيك، وبعدين رح اجي انا وجلال على مكتبك. بس انت لازم تتصرف كأنك ما بتخاف من اي شي. بس جلال رح يقتلني باللحظة يلي رح يشوفني فيها. ما رح يلمس شعرة منك. ركز معي، أنا رح أعطيك معلومات عن عائلته. مرته اسمها ريم، وابنه اسمه مصطفى، محاميته ملك. بتقله لجلال وين هن موجودين بالتفصيل. حلو كتير. العائلة أهم شغلة بالنسبة لجلال، وقتها رح نلعب فيه مثل ما بيلعب القط بالفار. برافو عليك مدام ليلى. هذا الموضوع رح يتم. بس عندي شرط. شو هو؟ ما في أسئلة أبدا، وما رح نقرب بنوب على عائلة جلال. هذا شرطي الوحيد. موافقة يا سيد سومر. خلونا نبلش اللعبة. شو رح نعمل هلأ يا سيد سومر؟ رح نوجه الضربة القاضية. التحضيرات صارت جاهزة؟ ايه، أنا جهزت كل يلي طلبته مني. حلو. Mm-hmm.